على كل، للمزيد حول الملف اللبناني ينضم إلي مباشرة من لندن السيد نافذ ذوق، الخبير الاقتصادي في أكسفورد إيكونومكس. أهلا وسهلا بك معنا نافذ، صباح الخير. تعليق أولا على هذه الفكرة، على هذا التصريح من سليم الصفيري يوم أمس، اللي يبدو بلشنا عم نحكي رسميا يعني بفكرة إعادة هيكلة للدين اللبناني، بس هو عم بيقول رح يتم الدفع للأجانب. فهل برأيك نحن قادمون على ذات ريستركتشرينج، إعادة هيكلة للديون اللبنانية، وبأي شكل برأيك ممكن أن تتم؟ هلا صباح الخير نادين. هلا كلام السيد سليم الصفير امبارح كان تقريبا يعني كلام استغربنا فيه شوي، لانه ما كان في ولا انديكيتر من الحكومه انه حيصير في اعاده هيكله الدين السيادي. هو هذا حيكون قرار سياسي يعني بامتياز. هلا كيف بتتم عمليه الهيكليه بلا ما يكون في ضرر لا للمودعين ولا للدوله ولا للفورين كريدترز، هذا موضوع بعد اصلا هلا ما شفنا كيف حيتم. أنا بفتكر أنه يمكن يكون هذا رد على اقتراح مصرف لبنان قبل بأسبوع من أنه يصير فيه مثل ما حضرتك قلتي، أنه يصير فيه تبادل بين اليوروبونز اللي مستحقة بهالسنة، تبادل لليوروبونز لأجل البعيد. هذا الاقتراح يمكن يصير، وهذا من ضمن الشيء الطبيعي، خصوصا لأنه صار فيه مثل ما قالوا أنه في external fund هو منفتح على هذه الفكرة. هذا هلا إعادة هيكل للدين الخارجي السيادي تبع البلد يمكن يتم بين الانترنال ستيك هولدرز فقط. يعني هذا صار ببلدان مثل جامايكا قبل بلا ما نضطر انه ما يندفع لهم الاجانب. سو اي ثينك في حلول، ولكن الوقت يعني عم بيمشي بسرعه. نافذ، في سؤال هنا، كان في يعني نعلم انه في تداول، انه في امكانيه انه تكون البنوك عم بتبيع اليورو بونز قصيره الامد الى صناديق اجنبيه، هل عندنا ارقام كم هم حاملي السندات الاجانب اللبنانيين؟ لانه كله بيعتمد اذا رح يقدروا يدفعوا للاجانب، هو بيعتمد قد ايه نسبه الدين المحمول من الاجانب، ومن ثم يمكن بيرجع بنعمل ريستركتشرنج اعاده هيكله مع الدائنين المحليين. هلا الارقام هي شوي صعبه نعرفها يعني على المضبوط. اللي فينا نعرفه على المضبوط هو انه البنوك المصارف اللبنانيه هي عندها نص هاليورو بونز، نصهم مع المصارف اللبنانيه. في شيء حوالي 6 مليار او اقل بشوي في حوزه المصرف لبنان، اوكي؟ نحن عم نحكي عن مجموع يورو بونز تقريبا 30-31 مليار دولار. سو نصهم عن مصارف لبنان وشي 6 مليار منهم عن مصرف لبنان، الباقي هو المفروض يكون للفورين كريدترز، اوكي؟ هلا من هالباقي يعني هن شي 11 مليار، فينا نعرف اكيد في شي 6-7 مليار هن بي انفستد مع فاندز اسمهم انستتيوشنال انفستينج فاندز. والباقي بيكون مش معروف يعني بالضبط شو مين 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 مالك هالسندات. فلذلك يعني عندنا انه مبدئيا هي تقريبا اكثر من نص الهولدنجز لبنوك لبنانيه والمصرف لبنان، والباقي لا. وقت يصير في اعاده هيكليه هاليورو بونز، عندنا مشكله صغيره بلبنان، مشكله كبيره هي انه عدم وجود شيء اسمه عندنا كولكتيف اكشن كلوز بالسندات الخزينيه. يعني هذا هو موضوع حكينا فيه كثير على وسائل الاعلام الاجتماعيه، هو انه بيمنع ما عندنا يعني اذا عندك 75% من الكريترز مش متفقين على اعاده هيكليه الدين، يمكن يعملوا بلوكينج فوت ويصير عمليه اعاده الهيكليه بتصير اصعب كثير من ما يكون الدين بس داخلي. منشان هيك في اقتراحات مع البنوك المصرفيه اللوكل والمصرف اللبناني انه يصير في تبادل هالسندات لاجل القصير للاجل الطويل. نعم، لحتى ما يدخلوا بعملية يعني التفاوض مع الدائنين الأجانب على إعادة الهيكلة. نافذ، خليني أنتقل إلى موضوع آخر. كان لفت نظري بحث قمت به حضرتك ونشر بجزء منه بصحيفة الجمهورية، أنت عملت بحث على الترند للودائع اللبنانية في السنوات الماضية، وكانت الأرقام بالفعل مخيفة، أنه إذا بنستثني الفوائد اللي دفعت على الودائع بالقطاع المصرفي اللبناني هي على داون ترند قاسي جدا من 2017 على ما أظن. فيك تفسرنا شو الفايندينجز لهالستادي اللي قمت بها، ما هي أبرز النتائج اللي توصلت لها؟
أكيد، وهذا رقم يعني مخيف، لأنه نحن بنعرف أنه نموذج التمويل الاقتصادي اللبناني هو مركز على أنه نسحب ودائع من الخارج، وكمان أنه ودائع من لبنان اللي هي مولة بس الدولة، بس كمان عجز الميزان المدفوعات. يلي شفناه يعني هو بهالستادي، وهو مش ستادي بس، كمان على التويتر كنا نتحدث عليه، هو أنه إذا سحبنا من الإجمال تبع الديبوزيتس قديه في مدفوعات الانترست ريت المتراكمه، بنشوف انه هالاورجانيك جروث تبع الديبوزيتس عن جد منو يعني از نون اكزيستنت. من قبل 2016 كنا عم نشوف زياده ودائع تقريبا بال 5 مليار صافي، يعني هول الاورجانيك ديبوزيت الصافي بشي 5 مليار دولار بالسنه. بعد 2016-17 شفنا هالرقم عم بيخف للصفر. هلا هو ليش رقم مهم؟ لانه هيدي السنه اللي صار فيها الهندسات المائيه تبعت مصرف لبنان اللي كانت بموجبها انه تسحب ودائع، تجذب ودائع من برا. بقى التكلفه هالهندسات الماليه عم نشوفها طلعت بس بال بزياده الانترست ريت على الديبوزيت، ولكن مش على مجموع الديبوزيت كلهم. وصلنا على الصفر بال 2017، وبال 2018 نزلنا شوية نيجاتيف. يلي الرقم يلي بيخوف أكثر شيء هو بال 2019، لأنه شفنا الديبوزيت انسحب ديبوزيت بشي 10 مليار دولار لحديث هلا لهالسنة من جانوري لنوفمبر. وإذا بنسحب منهم الدين دفع interest rates، نحن بيصافي minus 21 مليار، يعني 20 مليار دولار بهالسنة. انخفاض بالوداع ب 20 مليار دولار. ما بس أزمة. طيب بس قبل أيوة دهمن الوقت، هذا إذا شلنا منهم interest. بس بدي أسألك، من وقت ما صارت الثورة يعني أكتوبر 2019، ما الذي رأيناه؟ لأنه هذا مهم جدا، كان في حديث أنه كان في البنوك عم بتحول للخارج بالوقت اللي كانت مغلقة. هلأ ما بنعرف قد ايه حولت، بس شو المجموعة اللي انسحب، وبرأيك ما أسباب هذا التراجع من أكتوبر لنهاية السنة؟ هذا سؤال مهم كتير، لأنه نحن عارفين أنه في كابيتال كنترولز انحطت على المودعين، وعارفين كمان أنه هول كابيتال كنترولز انحطوا بطريقة عشوائية أو بطريقة منها طريقة أوفيشل. هلا فينا نشوف نحن أرقام الديبوزيت اللي انخفاض بالديبوزيت، بس ما فينا نعرف بالضبط وين هالديبوزيت بتروح. أكيد في مثلا في يكون عندنا مودع شاري مثلا عقار من 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 حدا بلبنان، هذا بيبين انه انخفاض بالديبوزيت، بس ما بنعرف انه اكيد ظهر من لبنان. هل فينا نشوف بالمضبوط يعني السورس اوف دولار ديبوزيت هنا على مصرف لبنان في انخفاض، في ديبوزيت تبعون المصارف اللبنانية بالخارج كمان في انخفاض، وكمان الأصول للمصارف بالخارج كمان في انخفاض. هل انخفاض زاد من أكتوبر من ماينس 1 بليون، من ماينس يعني مليار، ل 3.3 مليار دولار؟ يعني بالمرحلة اللي كانوا البنوك مسكرة، والمرحلة اللي كان في كابيتال كنترولز بلبنان، صار في شح دولار حقيقي، مش دولار تبعدان قصدي، بس دولار حقيقي بشي مليارين دولار بنوفمبر الون، 3 مليار دولار. هلا هذا بيدل انه في تسريب دولار عم بيصير، وبيدل كمان انه في حاجه ملحه انه يكون عندنا طريقه موحده تنضبط الافكس ليكج، لانه اذا ما ضبطنا للافكس ليكج هول الاحتياطات اللي عن مصرف لبنان حيخلصوا قبل ما يكون احنا لقينا حل للازمه. وبتقدرات يعني لاخر الصيف بيكون اذا هالنبط مشي بقيمه ما هو بيكونوا يعني اختفوا الاحتياطات المركزيه، واللي هي ضروريه جدا بالطبع للواردات، لتمويل الواردات خاصه الضروريه منها. شكرا جزيلا على مشاركتك معنا اليوم نافذ. اكيد وكمان كف الفكره لك. اكيد وكمان لشو عم نحكي انا على ضروره الواردات، لا لدفع سندات الخزينه ولا يعني الاستيراد. نحن اقتصادنا 40% جاي من الاستيراد، بقى يعني بنفوت بكونتراكشن طويل عريضة ما نخلص منه ان شاء الله ما نوصل لهنيك. على كل شكرا جزيلا لك نافذ زوق، الخبير الاقتصادي باكسفورد ايكونومكس، شكرا على هذه المشاركه.